كان ممكن تتخطفي، تتعرضي للسرقة وللضرب. لانجوستين والاغتصاب. دي حاجة متضحكش. لعلمك بقى دول ناس عشريين جدا يا سلام، وطيبين جدا جدا جدا. انا ناوية اعمل حلقة محصلتش عن سلمى حايك المصرية، نص نهارها عايشة في وسط جرلان وإيف سان لوران وديور، والنص التاني ما بين مخلفات وزبالة وروايح وحشرات وحاجات بايخة. انت عاوزة تعملي لنا فتة اجتماعية؟ تحريض الطاقات على بعضها. انت عاوزة تودينا في داهية؟ مش انت اللي مش عايزني اتكلم في السياسة؟ طب اللي ما انت بتقولي ده كله سياسة. تكلمي في حاجة دي حكومة لا تلام عليها. اجتماعيات، شوية اجتماعيات كده.